الوفد بتقول ايه؟ ماذا قال اجيري لاعبي المنتخب؟ هيقول ايه يعني بعد خروج من بطوله الامم الافريقيه؟ ده واحد قال ايه بعد ماتش اوغندا؟ قال لك انا اتفاجئت بالمستوى القوي لاوغندا. هو في مدير فني يقول كده؟ طيب ده امبارح بقى قال لك ايه بعد الماتش وخرجنا بقى والناس كلها خلاص زعلانة؟ يعني يقول لك بصراحة دفاع منتخب جنوب افريقيا كان قوي قوي يا راجل. والله العظيم حاجة تضحك. يعني ايه دفاع جنوب افريقيا؟ ما حضرتك بتعمل ايه يا حضرتك؟ دورك ايه اصلا؟ اضعف خطوط جنوب افريقيا خط الدفاع من الاخر يعني. اكيد حضراتكم متابعين البطولة اكتر مننا كلنا وعارفين كده. فازاي يعني؟ تصريحاته غير منطقية، مستفزة شوية للشعب المصري. واضح ان هو مدير فني على قده من الاخر يعني.